ناصر العمران، لكن قبل ما اسمع الشرح منك يا ريت بس تجاوبني على تعليقك على ما اثار الكابتن ايمن الحسيني من حرقه قل، قال انه اليوم ثلاثة أرباع لاعبين كاظمه لا يستحقون لعب كرة القدم ولا الارتداء الفانيلة البرتقالية. بس ما أرد، بس أنت ما زلت مصر على رأيك بوعد. لا، مباراة اليوم. على مباراة اليوم. على مباراة اليوم. ناصر العمران أصبح لك بالخير، ردك على هذا الكلام. صباح الخير، مسي عليك وعلى الموجودين بالاستديو. أنا أصبح لك وتتمسي، أسعد الله أوقاتك بكل خير. نعم، بداية يعني نعم أنا أعترف في ذلك أن نادي كاظمة مستوى متذبذب هذا الموسم، لكن السؤال يطرح نفسه ان نادي كاظمه من خلال 6 سنوات الكل يتفق ان نادي كاظمه هذا الموسم من افضل المواسم اللي قدمها ككره يعني ممتعه داخل المستطيل الاخضر. وصلنا الى نهائي كاس الامير، نعم مستوانا متذبذب في الدوري يوم بالقمه ويوم بالقاع، لكن احنا كجهاز فني نعترف ان هناك بعض الامور الفنيه يعني غابت علينا في المباراة، خصوصا مع احترام للفرق الصغيرة صليبيخات الساحل التضامن، تعادلنا مع أكثر من فريق وفقدنا نقاط كثيرة من هذه الفرق. حتى في المباراة الأخيرة مع السالمية لو ركلة الجزاء الغير صحيحة لو خطفنا 3 نقاط. بالنسبة للاعبين، أنا كل احترام وتحية للاعبين بروحهم وقتالهم داخل الملعب وأصرارهم في تحقيق الفوز. الجانب الإداري أبو أحمد عارف أنه جانب إداري يعاني من بعض المشاكل، بحيث أن هذا الموسم أكثر من مدير دخل على الفريق من أيمن الحسيني بداية الموسم إلى عبد الله دويسان إلى بوسكندر، وإحنا يعني كجهاز فني قاعد نقدم ما هو عندنا كنظرة فنية. كل مباراة لنا أسلوب وتكتيك معين. يوسف ناصر اليوم ليش ما لعب ناصر؟ نعم، يوسف ناصر ليش ما لعب اليوم؟ يوسف ناصر غاب عن التدريبات فترة بعد الطرد مع فحيل، ورأى الجهاز الإداري أنه ما يكون مع الفريق هذا المباراة، لذلك غاب، وهذا حق من الجهاز الإداري. كانت عقوبة إدارية من الجهاز الإداري؟ نعم، عقوبة إدارية. نعم، الكابتن أيمن الحسيني يعني ما هو سجال ناصر وهو أخوك وزميلك، لكن هنتكلم من الجانب الفني، وهو يرى من خلال هذه المباراة 3/4 لاعبين كاظمة لا يستحقون ارتداء الفانيلة البرتقالية أو لا يستحقون لعب كرة قدم في هذه المباراة. من الطبيعي أن خلال موسم كامل أي فريق بالعالم من برشلونة ريال مدريد تحصل لعبتين بالموسم دروب. احنا لعبتين بالموسم اليرموك وطرد سلطان صلبخ اثر علينا وخسرنا، واليوم ثاني لعبه تاثرنا بهذا الخساره ب1-0 مع صليبيخات. لكن قدم يعني كل مبارياتنا في الدوري قاعد يعني نقدم كره جميله الكل يستمتع فيها، وصول للمرمى نوصل ونتعادل او نخسر لكن قاعد نقدم كره جميله. ناصر استغرب رقم 2 سم. انا ما عندي شك باي لاعب 30 لاعب، ما عندي شك باي لاعب، كل لاعبين رجال، كل لاعبين قاعد يقدمون قبل المباراه، يدخلون بذهنيه وتفكير نفسي عالي ويدخلون يبون يحققون 3 نقاط. كل لاعبين يستحقون ارتداء الفانيله البرتغاليه، وانا يعني ما اتفق مع الكابتن ايمن الحسيني على ما قاله في البرنامج ان اللاعبين ما يستحقون الفانيله البرتغاليه. لا، كل لاعبين رجال، تبقى امور الكل يتحملها، احنا فريق كامل، الكل يتحمل ناصر خسارة شوف والكل يتحمل ناصر. خلي اسمح لي ناصر، بس مع الفوز اهم الكابتن ايمن الحسيني بمداخله. ناصر انا طبعا رايي وانت لك رايك ولازم نحترم كل واحد رايه، وهو محترم رايك اي، وانت عارف يعني مهما يصير تبقى الصداقه والامور الاحترام اللي بيننا مع اي واحد، حتى اللاعبين عارفين هالشيء. لكن انا انت لما تقول الكل يتحمل، تدري معنات الكل يتحمل يعني شنو؟ يعني ما حد يتحمل. انا افهمها كذي، الكل يتحمل. ابو احمد انت عارف لا والفني شوف واللعبين. انا دايركت يتحملون خساره المباراه،
ومن أنا أتكلم كل موسم يحصل دروب، وأنت عارف إن نادي كاظمة مستواه ناصر قل لي في الدوري ناصر. أنت ما تطلب من فريق ممكن ناصر بس بقولك سؤال، كاظمة يأخذ دوري، كاظمة ما يقدر يأخذ دوري، بيقاتل على الثالث والرابع، وهذا موقع كاظمة من خلال 6 سنوات. ناصر أنا مو جدال بيني وبينك، أنا أتكلم أنت بعطيك إياها، أنت تتكلم مبارتين. أنا بسألك من الفرق اللي تنافس على الهبوط إيش كثر خسرت منهم نقاط؟ ذكرهم ترى قالك ثنتين؟ قالك ثلاث لا لا قول لا لا مهم خلي يقولهم إيش كثر؟ نعم كثر نقاط خسرت انت من الفرق اللي احترامي للفرق هذه التضامن والساحل فرق كثيره، لكن احنا كجهاز فني نعترف ان قلت لك انا كل مباراه نضع اسلوب مناسب على معطيات الخصم على نقاط ضعف الخصم. زين ناصر عشان ناصر معلش ناصر تسمعني نعترف فيها في الهواء، احنا نعاني مع الفرق الصغيره اللي تتكتل في الدفاع وتلعب في الارتداد السريع. دقيقة خلا أو أنا بردش قلت أنت ناصر تمسا قلت أنت أن مفروض أن نغير من الطريقة، هاي مو دور فني أتوقع، شو اللي غيرته؟ نعم الكل يتحمل يعني إذا أنت تلعب نفس الطريقة مع القادسية أو الكويت أو الساحل مع احترام للفرق كلها، شنو اللمسة الفنية اللي بالفريق؟ اللمسة الفنية إحنا قلت لك كل مباراة أنت اللي قلت ترى انت اللي قلت مو انا. هو قال لك ان في كم مباراه نوظف على حسب الفريق الامامي. اي هذا اللي قاعد اقوله. في نقطه ابو احمد ان انت ذكرتها بالهواء ان ليش انا اكون على اللاين. انا هذا كنت بسالك يا ناصر. تفضل. في حاله الخساره ما يخالف عطني بس. تفضل حبيبي. تفضل. اوضح ان النقطه هذه دائما في اخر الوقت المدرب عنده تغييرات، فالمساعد ماله جابي وانا المساعد الثاني، فدائما المدرب يتراجع الى الخلف ويستشير المساعد ماله جابي في حالة التغييرات الثلاثة، فأنا أكون على اللاين أوجه اللاعبين، وإحنا فريق متعاون كجهاز فني، كل مدرب له دور في أثناء التغييرات. شكرا ناصر. موجود أو دوري موجود كلنا طاقم واحد كجهاز فني سواء بالفوز أو الخسارة. شكرا ناصر. شكرا ناصر العمران، وهذا اتفاق فيما بينكم في هذا الجانب. مشكور ناصر العمران على مداخلتك مساعد مدرب فريق نادي كاظمة.